بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترتيب العمليات، العمليات طبعا هي اللي هي الضرب والقسمة والجمع والطرح والأقواس والأسس وكذا. طيب، ترتيب العمليات، أول شيء نبدأ بحساب الأقواس، نبدأ بحساب الأقواس، وبعد ذلك نحسب القوة إذا كان في قوة ولا شيء، بعدها نضرب أو أقسم، أضرب أو أقسم بالترتيب من اليمين إلى اليسار، وكذلك آخر شيء اللي هو أجمع أو أطرح بالترتيب من اليمين إلى اليسار. مثال، احسب قيمة 5 زائدا 5 زائد، احسب قيمة 5 زائدا هذه طريقة حسابه. بناخذ الأقواس، أول شيء الأقواس اللي هو باللون الأحمر، باللون الأحمر حاطين اللي هو 12 ناقص 3 اللي هي تساوي 9، ونجمع 9 زائد 5 اللي هي 14. طيب، 8 ناقص 3 في 2 زائد 7. أول خطوة نبدأ اللي هو باللون الأحمر الضرب، 3 ضرب 2 الناتج 6، وبعدين نطرح 8 ناقص 6، ما نقوم نجمع أول، نطرح أول لأنه بالترتيب من اليمين إلى اليسار، نطرح 8 ناقص 6 اللي هي 2 و2 زائد 7 اللي هي 9. ناخذ مثال الآن اللي هو تحقق من فهمك. يقول احسب قيمة 39 زائد 9 زائد 4. الخطوة الأولى بناخد هذه كم من الناتج حقها من داخل القوس اللي هو 9 زائد 4 اللي هي 13. 13 نقسمها على 39، 39 قسمة 13. طبعا نشوف 13 هذه ضرب كم تعطينا 39 تقريبا، هو ضرب 3، نضرب 3 في 3، 3 ضرب 3 اللي هي 9، و3 ضرب 1 اللي هي 3، إذا معناه الناتج اللي هو كم؟ 3. طيب، السؤال الثاني يقول 10 زائد 8 قسمة 2 ناقص 6. نبدأ أول شيء بهذه القسمة اللي هي 8 قسمة 2 تساوي 4. 10 تكون 10 زائدا 4 ناقصا 6، ناقص 6. هل نطرح أول ولا نجمع؟ نجمع أول، 10 زائد 4 اللي هي 14، 14 ناقص منها 6 الناتج اللي هو 8. احسب 20 ناقصا 20 ناقص 2 مضروب في، هل نطرح؟ لا ما نطرح، نشوف القوس أول شيء كم الناتج حقه اللي هو 3، إذا حيكون 20 ناقص 2 قوس 3 ضرب 3، ضرب 3. طيب، ما هي العلامة بين الاثنين والثلاثة؟ هنا العلامة أيضا بما أن قوس حيكون هي العملية ضرب، فحنضرب دي كلهم، 2 في 3 اللي هي 6، 6 في 3 اللي هي كم؟ 18، 18 إذا حيكون عندك 20 طرح 18، طرح 18 الناتج يساوي 2، 20 طرح 18 الناتج يساوي 2. طيب، آخر سؤال وهو 5 ناقص 3 أس 3. 5 ناقص 1 أس 3. نشوف 5 ناقص 1 هذه أول شيء اللي هي كم النتيجة اللي هو 4، 4 أس 3 قسمة 4. طيب، 4 أس 3 هي 4 في 4 في 4 في 4، 4 أس 3 تعني 4 أس 3 تعني اللي هي 4 ضرب 4 ضرب 4، هذه تعطينا 16، إذا 16 ضرب 4، 16 ضرب 4. الضرب يتم كالآتي، نكتب 16 16 4 ضرب، نضرب 4 في 6، 4 ضرب 6 اللي هي 24، 4 2 باليد، و4 ضرب 1 4 زائد 2 اللي هي كم؟ 6. إذا الناتج هنا يساوي 64، إذا تقول يساوي 64
قسمة أربعة. 64 قسمة أربعة. 64 قسمة أربعة قسمة مطولة. نقول 64 قسمة أربعة. الستة نبدأ بالستة أول شيء. ستة فيها كم؟ أربعة. فيها واحدة بس، واحدة ضرب أربعة، واحدة ضرب أربعة اللي هي تعطينا كم؟ أربعة. اطرح ستة ناقص أربعة اللي هي اثنين، ننزل الأربعة هذه صارت 24. 24 تقسيم أربعة اللي هي فيها ستة، ستة في أربعة 24. نطرح إذن الناتج اللي هو يساوي 16. الحمد لله رب العالمين، شكرا جزيلا.